الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يسأل فيقول: إنني قد كنت أنشر الأفلام العادية بين الشباب، وأنا الآن تعبت، فهل أرد هذه الأفلام إلى أصحابها لأنها من حقوقهم أو أكسرها؟ الواجب إتلافها لأنها لا حرمة لها، الأفلام الخليعة لا حرمة لها، يجب إتلافها، وبيعها حرام وثمنها حرام، تداولها حرام، يجب إتلافها ولا حرمة لها ولا قيمة لها. نعم.